정말이야. 돈이. ايمي فين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة ليستات. النهاردة هنتكلم عن الجميلة إيمي سمير غانم وظهورها بعد غياب في العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح اللي بيقوم ببطولته جوزها الفنان حسن الرداد، وهنشوف إيمي بوزن زايد وهي بتحاول تخبي حملها وبتستخبى ورا جوزها علشان تداري بطنها. هنعرف حقيقة الكلام ده وهنعرف كل التفاصيل، بس قبل أي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. رجعت من تاني أخبار حمل الفنانة إيمي سمير غانم، بتتصدر الترند في جوجل وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي، والحقيقة دي المرة الرابعة أو الخامسة اللي بينتشر فيها خبر حمل إيمي، وفي كل المرات اللي فاتت كانت إشاعة بيتم نفيها، لكن المرة دي ظهرت الجميلة إيمي سمير غانم في العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح اللي بيقوم ببطولته جوزها الفنان حسن الرداد. وظهور إيمي المرة دي جه بعد غياب طويل، وكان ظهورها لافت للنظر خصوصاً إنها ظهر بوزن زايد، وفي أغلب الصور والفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا ظهرت فيها إيمي وهي حاطة الشنطة على بطنها، ومرة وهي واقفة ورا جوزها حسن الرداد. والحقيقة ظهور إيمي بوزن زايد وبالطريقة اللي ظهرت بيها دي، مرة تكون ورا جوزها ومرة تحط الشنطة على بطنها، خلى عدد كبير من الجمهور يكون على يقين إن إيمي حامل وإنها بتحاول تداري بطنها من خلال إنها تقف ورا جوزها أو تحط الشنطة عند بطنها. لكن السؤال هنا، إيه اللي يخلي إيمي تخبي حملها؟ لو كانت حامل فعلا كانت أعلنت على الأقل، الجمهور كله كان هيبقى فرحان معاها بعوض ربنا بعد فقدان والدها ووالدتها السنة اللي فاتت. لكن البعض بيقول إن إيمي وأختها دنيا سمير غانم بيخافوا جدا من الحسد، والدليل إن لحد دلوقتي محدش يعرف شكل كايلا بنت دنيا سمير غانم، ولا حتى دنيا نشر الصورة ليها بوشها قبل كده. عشان كده لما ظهرت إيمي في العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح، قال البعض إن إيمي فعلا حامل لكن بتحاول تداري الحمل ده علشان خايفة من الحسد، والبعض قال بشكل صريح انت حامل باينة قوي بتخبي ليه. على كل حال، وسواء كانت إيمي سمير غانم حامل ولا لا، احنا اكيد بنتمنى ليها كل الخير والسعادة، وربنا يرزقها بمولود لو مش حامل، ولو حامل ربنا يكمل حملها على خير. هي فنانة جميلة كلنا بنحبها، وربنا عوضه كبير جدا. في النهاية انا بشكركم جدا لأنكم كملتوا معايا الفيديو لحد دلوقت، على وعد بلقاء جديد. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.